السلام عليكم شاهد ما حدث عشية دخول السنة الميلادية الجديدة في ولاية تبسة والدرك والشرطة ينفذون عملية مشتركة بنجاح وهذه تفاصيل كاملة تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وبمناسبة نهاية السنة الميلادية المتزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع وكذا مواصلة لسلسلة المداهمات المسطرة من قبل قيادة الوطنية الوطني نظمت قيادة المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتبسة مداهمات مشتركة مع مصالح الأمن الولائي لولاية تبسة تم خلالها تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال من خلال تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة تهدف إلى تأمين محاور الطرق الرئيسية والفرعية وتفتيش جميع السيارات والأشخاص المشبوهين للحفاظ على أمن وسكينة المواطنين والقضاء على مختلف بؤر الإجرام وكذا بس سلطة القانون في ظل الإحترام المطلق لحقوق وحريات المواطنين